راه سبقني درنا واحد اللايف على نظريه التعلم بواحد الطريقه مبسطه جدا. اللي مازال ما شافوش او لا اللي غيشوف البارطاج ديال هذا اللايف هذا يحاول يدخل الكومنت عندي، راه غيبقى هذاك اللايف القديم، غيستافد بزاف في نظريه التعلم، ما تبقاش عندك مشكله نهائيا فيها. الا شفتي الا رجعتي ليه هضرت فيه على الاساسيات، داكشي اللي خصك تكون عارفه، ولا قدرتي تزيد شي حاجه مزيان. اليوم ان شاء الله غنهضروا على البيداغوجيا وعلى ديداكتيك وعلى التنشيط والتخطيط، وغتبقى لينا واحد الفقره غنديروها ان شاء الله غدا اللي عندها علاقه بالجدادات، باش ما تبقاش خايف ليا من الجداده. والجداده شي حاجه صعيبه، يعني البارتي ديال الديداكتيك اللي عندك على نقاط مهمين غدا غنديروها ان شاء الله، وهذا الشيء اساسي فيها. حاولوا الدراري تبارطاجيو اللايف لي جروب ديال القرايه، وركزوا لي حتى لي جروب ديال البيع والشراء، داك الجروب ديالكم نتوما اللي عندكم بارطاجيو فيهم، حيت ديال القرايه ربما ما كيدوزوش فيهم لي لايف كاملين، ما كيبغوش البث المباشر ومن حقهم. باقي الحال كيبقى اللايف، غنخلي اللايف، غنبقى نخلي اللايف حتى نهار السبت، عاده غادي نحيد لي اللايف قبل ما نشرح لكم البيداغوجيا والديداكتيك وطرق التنشيط باش تكون تفهموا واحد الحاجه. الا سولتك دابا قلت لك اشنا هو التاثير ديال درجة الحرارة على بقية المواد الموجودة، على بقية الأشياء الموجودة. غتقول لي درجة، كيف تؤثر درجة الحرارة؟ غتقول لي أن درجة الحرارة كتقدر تذوب، تقدر شي حاجة صلبة تحول الحالة سائلة، شي حاجة سائلة تحول الحالة الغازية. هنا جاوبتيني على كيف تؤثر درجة الحرارة على الأشياء، ياك؟ ملي غنجي نعاود نسولك سؤال ثاني غنقول لك أنا كيف أطبخ، غتقول لي يا ودي غتشد داكشي اللي باغي طيبيه وغتحطيه فوقاش، فوق البوطه، فوق الحراره. مزيان، ها انت جاوبتيني السؤال الثاني، غنسولك السؤال الثالث وغادي نقول لك كيفاش نطيب البيض. غتقول لي طريقه معينه، غتقول لي خصك دير درجه حراره معينه، غنقول كيفاش غنطيب كيكه. غتقول لي خصها تكون مثلا درجه الحراره هابطه نازله، مثلا الفران مثلا شحال غتكون في 120، ولكن لو بغيت نطيب الخبز راه غندير الماكس. ثلاثه الاسئله جاوبتيني عليهم كاملين كتعلق بكيف. اذا راه الهضره اللي قلت لك دابا ديال كيف تؤثر درجه الحراره، كيف اطبخ الاكل بصفه عامه، وكيف اطبخ واحد الاكله معينه، داكشي الاول هو نظريه التعلم، هو الديداكتيك، هو البيداغوجيا، هو الديداكتيك. نعاود لك ونربط لك، فاش قلت لك كيف تؤثر درجه الحراره راه هذيك هي كيف نتعلم، هذه هي نظرية التعلم، حيث هذه نظرية التعلم راه كتجاوب على السؤال ديال كيف نتعلم. فاش سولتك وقلت لك كيفاش نطيبو وقلت لي نحطوها فوق البوطة، راه هذيك هي البيداغوجيا. البيداغوجيا ما كتقولش هذيك المعرفة اشنا هي، واش ماط ولا فيزيك ولا فرنسية ولا توثيق ولا شنو، مهم على انها معرفة. كاين اللي قلت لي طيب خصك تحطها فوق البوطه، ما قلتيش لي اشنو خصو يكون تما، ولكن اللي غنجي نقول لك واش خبز ولا كيكه، عاده غادي تقول لي درجه الحراره خصك دير هكا، خصك دير هكا، وهذه الاخره هي الديداكتيك. بالنسبه للمخطط اللي قلت لكم سميتو المخطط ديال فوج 2019، هو هذا كادو ليكم. ملي قلنا على ان نظريه التعلم كتجاوب على السؤال ديال كيف نتعلم، هو السؤال الاساسي اللي كتجاوب عليه، هذه قبل الانسان ما يدخل المدرسه. ولكن تخيل معايا انني داخل قسم عندي المدرس وعندي المتعلم وعندي المعرفه بيناتهم. الاستاذ ملي غيجي يقري واش مباشره هذيك المعرفه غيبدا يعطيها للتلميذ؟ لا، غيقول اودي خصني نحاول هذيك المعرفه ناقلمها مع كيفيه التعلم ومع القدرات ديال التلميذ. اذا راه البيداغوجيه هي هذه، ان الاستاذ، غنعطيكم التعريف اللي كنتبناه انا اللي خاص بيا، وعاد غنعطيكم التعريف اللي كاين في الكتب، وقارنوا نتوما شكون هو اللي مفهوم. الاستاذ هو المدرس يقوم بمجموعه من العمليات، علاش؟ على المعرفه، بحيث انها كتولي توافق مع المبادئ والقوانين اللي كاينه في نظريه التعلم ومع قدرات التلاميذ. هاي اللي درت لكم بالاحمر، مجموعه من الانشطه على المعرفه، باش كتولي هذيك المعرفه ما تشغليش فيها شنو هي ديك المعرفه، كنشوف غير الصور الكليه، راه صرا كاتبني لتحت، بحيث انها كتوافق مع نظريه التعلم وكتوافق لي مع قدرات التلميذ. هذه هي
البيداغوجي. اشنا هو الديداكتيك؟ الديداكتيك البيداغوجي في الاول كنت كنشوف غير المعرفه، غير الصوره ديالها. دابا غنشوف اشنو كاين لداخل، اشنو المكونات. غنلقى عندي مات، المات راه معرفه، الفيزيك راه معرفه، التربيه الاسلاميه راه معرفه، الى غير ذلك. هذيك الديداكتيك هي مجموعه من الانشطه اللي كيديرها ايضا المدرس، كيف ما البيداغوجي راه هي مجموعه من الانشطه كيديرها المدرس. غير هنا دار على المعرفه بصفه عامه، هنا غيدير على المواد، باش بحيث انه يولي قادر فهم المتعلم. هذه الديداكتيك. بالنسبه لطرق التنشيط، انا هاد التلميذ هذا عندي في قسم، ماشي يكفي ندير هاد الخطوات هذه باش يفهم، لا، راه خاصني نحاول نحفزه ونشجعه باش يتعلم ليا هاد المعرفه هذه. اذا هادو هما اللي كنسميوهم طرق التنشيط. طرق التنشيط هي مجموعه من الانشطه ولا العمليات اللي كيديرها ايضا المدرس، ولكن راه باش كيشجع هاد المتعلم على تلقي المعرفه. واش بان لكم هادشي؟ دابا راه قلت لكم بصفه عامه، عاد غنعاود لكم التعاريف اللي كاينين في الكتب. انا قلت لك داكشي اللي كنتبناه واللي جديد عطيته لكم باش تفهم، عاد غنعطيك داكشي اللي شخصيا انا ما كيجيني غير مفهوم اللي كاين في الكتب، شخصيا غير مفهوم وما يمكن تفهم منه حتى شي حاجه. اذا الانشطه، المدرس كيدير ثلاثه ديال الانواع ديال الانشطه. الانشطه اللي كيديرها على المعرفه كنسميوها بيداغوجيا، الانشطه اللي كيديرها على المواد كنسميوها ديداكتيك، الأنشطة التي يمارسها مع المتعلم كنسميوها طرق تنشيط. راه هذا هو التخربيق كامل اللي غنهضروا عليه، هو هادشي، هو هذا. راه اللي فهم هادشي راه بوحدو يقدر يبدع دابا فيما يقول لك البيداغوجي، شنو راك فهمت شنو البيداغوجي. دابا علاش كتلقى في الكتب؟ راه انا كنهضر لك العلماء الكبار كيقول لك على ان المعرفة الكل، لا، المعرفة ما كتسماش الكل، كتسمى الشيء الكلي، لان الكل هو هذه. الا قسمناها عن مجموعه من الاجزاء، اي كل عنده اجزاء، ولكن هذه المعرفه هذه راه ماشي كل، راه واحد الوصف معين. مثلا كنقولوا على ان الرياضيات، هذه بلا ما تعقلوا لها ماشي مشكل، غير بغيتك اشاره. الرياضيات معرفه، الفيزياء معرفه، الفلسفه معرفه، التاريخ معرفه، هذه المعرفه كتكرر فيهم كاملين. هذه كتسمى الشيء الكلي، في المنطقه كتسمى الجنس. هاد المعرفة هادي هي جنس، وهاد المواد كتسمى أنواع. دابا نعاود لكم هاد الخلاصة، المخطط ديال 2019 اللي قلت لكم هدية ليكم. الأنشطة التي يمارسها الأستاذ على المعرفة نسميها بيداغوجيا، الأنشطة التي يمارسها الأستاذ على المواد تسمى ديداكتيك، الأنشطة التي يمارسها الأستاذ مع المتعلم، ماشي على، مع المتعلم، تسمى طرق التنشيط. يلا دابا هادو التعاريف اللي قلت لكم، مخطط اللي هدية لكم. دابا خذوا التعريف اللي غنقول لكم ديال البيداغوجية اللي كاين في الكتوبة. كيعرفوا البيداغوجية أول حاجة نديروا لها التقطيع ديالها، بادا تعني الطفل. راه هادو يقدروا يحطوا لكم اختيارات، يكتبوا لك بادا واش كتعني الطفل ولا كتعني الرجل ولا كتعني المعلم ولا كتعني الأستاذ. بادا تعني الطفل، أغوجي تعني القيادة، التوجيه. داك الشيء علاش ودات اصل يوناني عقل، حيت يقدر يقول لك واش عندها اصل روماني ولا يوناني ولا عربي ولا هندي، عندها اصول يونانيه هذه الكلمه ديال البيداغوجيا. في القديم كان هذاك العبد اللي كيرافق الاطفال ديالهم للمدرسه او للنزهه كيسميوه بيداغوجي. التعريف اللي كيعطيو كيقول لك على ان البيداغوجيا، كتب هذا التعريف، كل نشاط، وشي واحد يحاول يكتبه في الكومنتير باش الناس يشوفوا، كل نشاط يقوم به المدرس من أجل تنمية تعلم ما لدى المتعلم. هذا هو التعريف اللي كاين، ولكن ناقشوا التعريف انا بيناتنا. هذا هو التعريف ديال البيولوجي، كل نشاط كيديرو المدرس باش ينمي واحد المعرفة معينة. واش الديداكتيك ماشي نشاط يمارسه الأستاذ؟ خصو يسميه بيداغوجيا. واش طرق التنشيط ماشي نشاط يمارسه الاستاذ؟ خصو يسمي هو بيداغوجي، ولكن ما كيسميش. اذا عنده جوج الحوايج، اما يدخل هذا الشيء كامل في البيداغوجيا، او اللي يقول التعريف ناقص. هذا السيد اللي كاتب التعريف هذا راه مو عالم مشهور في هذا. كتبت هذا هو التعريف اللي كاين، هذا هو التعريف اللي في الغالب غيختبروكم فيه. كاين البيداغوجيا، البيداغوجيا كتتعلق بطرق التدريس الخاصه بالاطفال. كاين واحد المصطلح اخر، الاندراغوجيا. الاندراغوجيا، اشنو الاندراغوجيا الدراري؟ شكرا لمحمد كتب التعريف. الاندراغوجيا، شكرا سطوف، الله يرضي عليكم.
الاندراغوجيا، الدراري اللي عارف التعريف ديال الاندراغوجيا، بغيت البارطاج، بغيت نوصل 1000 في اللايف، الناس كاملين اللي دافعين للتعليم يجيو، حيت غنبسطوا الامور الى ما يبقاش عندك مشكل. البارطاج في لي جروب ديال البيع والشراء وداك الشيء، الا كان شي واحد تما دافعو. اشنو التعريف ديال الاندراغوجيا الدراري؟ حيت يقدروا يعطيها لكم، يعطيوكم بيداغوجيا والاندراغوجيا. الاندراغوجيا باش ما نطولش، راه غير كنحاول نسول باش تبقى عاقل. الاندراغوجيا قلنا على ان البيداغوجيا هو المهارات والطرق تدريس الاطفال، هذه الاندراغوجيا هي المهارات لتدريس الكبار، تدريس الراشدين، هي الاندراغوجيا. من بين الامور اللي يقدروا يعطيوها لك ثاني في الاختيار، حيت في الغالب غيحطوا لكم كيو سي ام، في الغالب غيحطوا لكم كيو سي ام وغيعطيكم بزاف ديال الوراقي. انت خصك تكون فاهم، فاهم مزيان، فاهم ضيق داك الشيء مزيان في دماغك، ماشي غير حافظ. برافو معاد، علم قياده الراشدين. وكاين فرق ثاني، ما بغيتش نقول لكم في القضيه، واش البيداغوجيا تعتبر علم ولا نظريه؟ انا لا اظن على انهم يحطوا لكم هذه الاسئله. علاش؟ لانها فيها بزاف ديال الاجوبه، كل عالم كيجاوب بطريقته. انا كان اللي كيبان ليا ان 100% صحيحه، ان البيداغوجيا ليست علما ولا نظريه ولا شيء، هي مجموعه من الطرق والقواعد، ماشي علم. حيت باش نقولوا علم، خصنا مجموعه من القواعد اللي بغى يبحث في هذا الشيء واللي يفهم مزيان في هذا الشيء، يشوف المناطق كيهضروا على اما المناطق المسلمين ولا المناطق ديال اليونان كيهضروا على اشنا هو العلم. المهم بالنسبه للبيداغوجيا، راه هي استراتيجيه، هي طريقه، هي نظريه، هي نشاط واعي. هادشي اللي كاين في الكتب، هاد التعاريف اللي كتلقاهم، استراتيجيه ولا طريقه ولا نظريه ولا نشاط واعي. تعليم الكبار مزيان مهديا مزيان. واش معايا؟ واش معايا ولا ماشي معايا؟ الاندراغوجيا عندكم تنساو الدراري. دابا غنهضروا على انواع البيداغوجيات، شحال البيداغوجيات اللي كاينين. انا راح حاولت نخدم بالدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، هو اللي خدمت بيه، راه كاين مخير في شي 172 صفحه، وكنتمنى على ان الناس اللي كيالفوا الكتوبه يعتمدوا عليه، علما على ان يعتمدوا عليه غير في البنيه ديالو، مكتوب بطريقه مخيره، كاتبينه مجموعه من المفتشين والاساتذه والخبراء، وكاين من بينهم الناس اللي مؤلفين كتبه مشهورين. ما بغيتش نقول السميه باش ما تقولوش كديروا الاشهار لشي واحد ولا شي حاجه. الطريقه اللي مكتوب بها الدليل البيداغوجي مخيره بزاف، مخيره مخيره، عجبتني يعني. واخا خاصو شي حوايج يعاود يغنيهم يقدم، ولكن من افضل ما يوجد. مزيان معايا، تقريبا شفت كاع ماشي كاع المراجع اللي كاينه تيليشارجيتها شفتها. المهم البيداغوجيا، عندنا بيداغوجيا حل المشكلات. اشنا هي البيداغوجيا ديال حل المشكلات؟ هي بيداغوجيا كتنطلق من مشكل كنعرضه على المتعلم باش يقلب على حل من الحلول الموجودة. هذه بيداغوجيا حل المشكلات. السؤال الثاني خصنا نعرفوا نفرقوا، يقدروا يحطوا لكم السؤال في الاختيارات، تفرق ما بين بيداغوجيا حل المشكلات والوضع المشكلة. راه هذه بوحدها بيداغوجيا حل المشكلات بوحدها، والوضعية المشكلة بوحدها. اشنا هو الفرق؟ الفرق سيدي على ان الوضعيه المشكله كتكون مرتبطه بمن؟ بالمتعلم. كتكون مرتبطه بالظروف ديالو الاجتماعيه والماديه، من شي حاجه اللي كيشوفها، من شي حاجه اللي كيحسها. هذه هي الفرق ما بين الوضعيه المشكله وبيداغوجيا حل المشكلات. وكيقول على ان الوضعيه المشكله كتكون سياقيه، عقلوا على هذا، كتبهم. الوضعيه المشكله خص تكون سياقيه، يعني مرتبطه بالسياق، مرتبطه باللحظه اللي انت فيها، تكون داله، عندها معنى ماشي ما عندهاش معنى. والشرط الثالث انها تكون من الواقع المادي والفيزيائي، ولا يقولك تلقاهم يقولك الفيزيقي ديال المتعلم. الهدف من هذا البيداغوجي ديال حل المشكلات هو تحفيز المتعلم، هو الستاره تكون المتعلم باش يخدم دوك المهارات اللي عنده والمعارف والقدرات. هذا هو الهدف من البيداغوجيا حل المشكلات. غيبقى اللايف، غيبقى اللايف. هاد البيداغوجيا ديال حل المشكلات حاول تكرر من ورايا، تعاود بدماغك، تعاود بدماغك. انا راه كنحاول نختصر باش انت داك الشيء يبان مقاد في دماغك، ما يبقاش عندك غير حافظ وغير غير متراكم حاجه حدا حاجه وما مفهومش. اللي يكون كيف ما قلنا داك الشيء مترابط. عندنا المراحل. المراحل، اول حاجه ملي كنعرض على المتعلم، انت كمدرس ان شاء الله العام الجاي اللي غدا خدام مع التلامذ،
غتواجههم مع المشكله، تحط لهم المشكله قدامهم، هذيك ملي غتحط لهم المشكله قدامهم غتعطيهم دافع على انهم يبحثوا على الحل المناسب. غيبداو يقلبوا، من بعد غيوضعوا مجموعه من الاقتراحات وغيداوروا بعضياتهم شكون هما اللي غيداوروا متعلمين داخل جماعه القسم، وعقل على هذه السميات. راه الا خدمتيهم ملي تكون تكتب يشوفوا صحيحه السميات غيقول هذا السيد راه فاهم ورد واحد البال واحد القضيه، راه المصحح اللي غادي يصحح لك راه ما غيكونش عارف كل شيء، راه كيعطيو دوك عناصر الاجابه اللي خصها تكون، وبعض المرات لا لا ما فهمكش مزيان يقدر يحسب لك صحيحه، ولكن عندك دير لي شي حاجه ثاني باينه يعرفك خالص، خصك دير لي شي حاجه اللي كتبين على انك قاري شويه ومصطلحات، ما تخدمش لي بالكلام العادي. المرحله الثالثه من مراحل حل المشكلات انهم كيبداو يتفاوضوا بيناتهم داخل جماعه القسم باش ينتقيو، حتقدموا مجموعه من الاقتراحات، غي ياخذوا واحد الاقتراح معين. من بعد غتجي المرحله الرابعه غيديروا التنفيذ، تنفيذ الاجراءات اللي اتفقوا عليها. غتجي المرحله الاخيره، واش كنزرب الدراري، راه كنحاول نزرب باش بغيت نوصل ل 1000 في اللايف، بغيت كامل الناس اللي دافعين التعليم يجي. المرحله الاخيره هي الفحص، انني من اللي درت التنفيذ ديال داك الاقتراح المعين اللي تفاوضنا مع بعضياتنا وخدينا واحد وطبقناه، خصنا نشوفوا هذاك الحل واش ناجح ولا غير ناجح. اذا خصني ندير عمليه الفحص ولا عمليه تقويم باش نوصل للاختيار النهائي، باش نكونفيرم نقول هادشي مزيان ولا ما مزيانش، او لا ما كانش مزيان اش غندير، غندير مراجعه لذاك الشيء مزيان هادشي الدراري ولا ما مزيانش. كملنا بيداغوجيا حل المشكلات، هادشي راه والو في ماشي شي صعيب. الهدف قلنا هو تحفيز المتعلم، استثارة المتعلم باش يخدم المعارف اللي عنده المهارات والقدرات، هذه هي حل المشكلات. طارت بسلامة، تاني نقولها بسلامة. غنجيو للوضعية المشكلة، هذه راه ماشي بيداغوجية، الوضعية المشكلة غير ما جبدناها مع حل المشكلات غنهضر عليها، راه ليست بيداغوجية، ماشي بيداغوجية الوضعية المشكلة. بعدا خصنا نعرفوا اشنا هي الوضعيه، التعريف ديال الوضعيه، كتبوا التعريف ديال الوضعيه الدراري. وطبيعه الحال التعريف في الغالب ديالها كناخذها من الدليل البيداغوجي ومن كتب اخرين، وكنحاول نقاد، كنحاول نقاد داكشي باش يولي مفهوم، حيت داكشي راه عارفين بزاف الحوايج ما باينينش. الوضعيه، خد التعريف ديال الوضعيه بوحد. الوضعيه هو موقف مرتبط ولا مرتبط بعلاقة مع من؟ مع المتعلم. موقف مرتبط بعلاقة مع المتعلم، راه هضرنا على إما المحيط الاجتماعي ديالو أو المادي أو الفيزيائي أو الفيزيائي، هذه كاع تعريف كيعطيو، هذا غير التعريف ديال الوضعية. وقلت لك الوضعية راه شي بيداغوجي، غير ما جبدنا الأسئلة هذه صرف لكم هضرنا عليها. بالنسبه للتعريف ديال الوضعيه المشكله، هو اللي غنعطي لكم دابا، حاولوا تكتبوا الله يرضي عليكم، شي واحد يكتب في لي كومونتير يكتب التعريف الله يرضي عليكم، حيت كل اللي يقدر يكون ثقيل ولا شي حاجه تفيد ناس اخرين وكون على يقين. شوف 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 الدراري، كل ما عطيتي كل ما كتربح، هذه خذي قانون هذا، يعني ملي غدير تبارطاج دابا وغيجي واحد اخر يستافد، العطاء اول واحد كيستافد منه هو انت، ثاني واحد هو انت، ثالث واحد هو انت. العطاء ما عمرك تخسر، كون معطاء ما عمرك تخسر. التعريف ديال الوضعية المشكلة قلنا انه وضع المتعلم امام مشكل، وهذاك المشكل هو عبارة عن موقف يرتبط بالمتعلم. يعني التعريف نقدر نقولو نقادو هو وضع المتعلم امام مشكل ينطلق من وضعية يرتبط معها بعلاقة، شي علاقة معينة على حسب المثال. غنجيو أنواع الوضعيات المشكلة، عندنا ثلاثة ديال الأنواع. شكرا نزهة، الله يعطيك الصحة. عندنا الوضعية المشكلة الديداكتيكية، إمتى كتكون؟ في بداية الدرس يقدر يعطيكم لك في اختيارات، يقول لك وضعية هي مشكلة ديداكتيك، كتكون في بداية الدرس، في نهاية الدرس، في آخر الدرس، كتكون في بداية الدرس. راه كنحاول نشير الأسئلة،
قلنا على ان الوضعيه المشكل ديداكتيكيه تكون في بدايه الدرس. اشنو الهدف منها؟ اكتب الهدف. الهدف انه يكتسب تعلمات جديده. هذه الوضعيه عندها مجموعه من الخصائص. انت ملي تفكر دير شي وضعيه ان شاء الله في الدرس ديالك تخدم بوضعيه مشكله ديداكتيكيه، خاصك تحترم مجموعه من الخصائص. حتى الاساتذه اللي خدامين راه يستافدوا من هذا اللايف بزاف بزاف، غيستافدوا بزاف. الخصيصه الاولى هي التشويق. خاصك تكون تحفزيه وتشجعيه باش يبدا يركز معاك ويقول راني غنستافد شي حاجه جديده. انها خاصها تكون عائق ايجابي، خاصها تكون شي حاجه اللي صادمه ليه، غتبتل ليه واحد الصراع ما بين داكشي اللي عارف وداكشي اللي كتعرض عليه دابا، تشكل عائقا ايجابيا. يعني غتشكل ليه واحد الصراع معرفي مع التمثلات اللي عنده. التمثلات يعني ديك البركه اللي عنده اللي جايبه معاه من المحيط ديالو ولا من بقيه المستويات، مع هادشي اللي غتعرض عليه جديد، بحيث انه كيقول داك الشيء البركه اللي جايبها اللي عندي راه ما كافيانيش. البركه يعني التعلمات، هادشي اللي كنقصد بالبركه. هذاك تكتب لي البركه. شكرا سي محمد، كتكتب لنا التعريف، الله يعطيك الصحه. خصها تكون محفزه وغير معجزه. عليك تفكر تجيب لي شي صعوبه، تجيب لي شي وضعيه مشكله ديداكتيكيه صعيبه بزاف. خصها تكون محفزه لي ماشي تهرسو، غير معجزه. هاد الوضعيه المشكله ديداكتيكيه عندها مجموعه من المراحل. اول حاجه خصك تقدم الوضعيه للمتعلم وتكون معاها مصحوبه باش بالتعليمات الضروريه. هاد دوك التعليمات اللي غيخدم بيهم، غتخدم بواحد جوج ثلاثه تعطيهم ليه في المره الاولى. التلميذ ملي غتقدم ليه الوضعيه غيبدا يلاحظ وغيحاول يفهم، غيحاول يفكك البنيه ديال ديك الوضعيه، يفككها. غتعطي ليه كل، يحاول يفككها. من بعد غيستخرج هذوك المعطيات اللي مهمه ليه في الحل، وغيحاول يعالجها، يحللها تاني. ثم بعد ذلك غيوصل للمرحله الاخرى اللي غيوصل وضع القواعد. تقدر تلقاها بنيانه، هما كيعبروا عليها بالبنيانه، يعني كيوضع واحد البناء معين وكيستنتج القواعد. هذه هي الوضعيه المشكله الديداكتيكيه. كاين الوضعيه المشكله الثانيه الادماجيه. الدراري امتى كتكون؟ الاولى قلنا في بدايه الدرس. هذه كتكون من بعد التعلمات السابقة، لاحقة لتعلمات سابقة. كتب لك ما هي الوضعية المشكلة الإدماجية. تسين نشوف شنو كاتبين. قول لي الأمور مزيانة ولا ما مزياناش حتى لحد هنا. الوضعية المشكلة الإدماجية قلنا شنو عندها؟ أن هذه الوضعية كتجي بعد تعلمات سابقة. هذوك التعلمات كيكونوا مجزئين ومنفصلين. هاد الوضعيه المشكله من اللي كديرها استاذ، الهدف منها انها تخليها ربط ما بين هذيك المكتسبات ويعطيها معنى، كتولي عندها معنى في دماغه، ماشي كتبقى فوضويه في دماغه كيف ما هاد اللايفات اللي كنديرها دابا. عوض انك كتقرا داكشي في الكتب مقطع وكيبان لك انه ما عندوش علاقه، كنحاول نجمعوه وكيبان لك على انه كل متماسك. وهذه كتكون قلنا على انها كتربط اعطاء معنى، تكون بعد حصه ولا جوج الحصص ولا بعد مرحله دراسيه. والهدف منها شنو هو؟ هو التركيب. تركيب اش؟ تركيب ومكتسبات سابقه معاش مع البنيه المعرفيه اللي عندك، مع البنيه المعرفيه اللي سبق لك خديتيها من دروس ولا مستويات سابقه. الوضعيه الثالثه الدراري هي الوضعيه المشكله التقويميه. مازين حلوة برشا. كتبت الوضعية المشكلة التقويمية. راه الوراق ديال هادشي راه كاينين في الفيس عندي، راه دخل وتيليشارجي وحاول اما تخدم تليفون اخر وتم غادي وتقرا وصحح لك كانت شي حاجة، حيت كنغلط ملي كنكتب كنقدر ندير شي اخطاء وكنصحح انا في اللايف. الوضعية المشكلة التقويمية الهدف منها شنو هو؟ هو انك تتحقق من تعلم سابق، التحقق من حصول التعلم، وكذلك مدى قدرة المتعلم على حل وضعية جديدة. واش قادر يحل وضعية جديدة ولا لا؟ هذه واش قادر ينقل
هذيك المعرفه اللي كانت عنده والمهارات اللي كانت عنده لوضع جديد ولا لا؟ اذا ما كانش قادر راه خصك تعرف على ان التعلم ناقص او لا ما كاينش. راه هضرنا على هادشي في نظريات التعلم، هضرنا عليه بالتفصيل. امتى كتكون تقدر تكون قبل الوضعيه الادماجيه ولا بعدها، وتقدر تكون بعد الهدف النهائي. كي ملي كندير الدرس كيكون عندي مجموعه من الاهداف ومنهم الهدف النهائي، كنديرها بعد الهدف النهائي. شنو الهدف؟ تقويم الهدف النهائي. يلا بسلامه. الوضعيه المشكله الادماجيه صافي كملناه. لا تسرع ارجوك. واخ هذا الشيء مزيان ياك يعني. انتقل دابا مزيان، قول لي واش مزيان ولا انا كنشوف في لي كومونتير. نشوفو دابا البيداغوجية الفارقية. الله، واش مفهوم هادشي تال حد هنا ولا معانا ولا مع غانا؟ البيداغوجية الفارقية ولا كتسمى بيداغوجية السيرورات. يقدر يقول البيداغوجية الفارقية ويعطيك مجموعة من الأسماء في الاختيارات ويحط منهم السيرورات، انت خصك تكون عارفة. بيداغوجيا السيرورات راه تقريبا غنلخصو في هاد اللايف شي 100 صفحة من الكتب. 100 صفحة غنلخصو حنا غير في 12 صفحة بهاد الطريقة هادي، يعني في ساعة على اللايف باغي نخرجوه ان شاء الله في ساعة ولا شي حاجة هكا. دابا انا في القاسم اللي انت استاذ بزاف كنشوف في لي جروب كيتشكاو من التلامذة، كيقول لك ان هاد التلميذ مشاغب فيه الحركة بزاف، بعض المرات كيقول لك راه ممتاز ولكن فيه الصداع بزاف. هنا خصك تخدم كيفاش، شنو هو الحل من بين الحلول اللي مقترحه؟ وراك يحط لك هاد الاسئله في الامتحان، رد البال، يعطيك شي وضعيه معينه ديال شي تلميذ ويقول لك شنو تقترح عليه. انت خصك تكون هاضم البيداغوجيات، هاضمهم، تقول لي غنخدم بهذه الطريقه وهذه الطريقه راه سميتها كذا وكذا. البيداغوجيه الفارقيه قلنا بيداغوجيه السيرورات هي شنو التعريف ديالها؟ عباره على واحد المجموعه من الممارسات والتقنيات اللي كتنباني على ان هادوك المتعلمين بيناتهم فوارق. ما كنتعاملش معاهم اسنان المشط، لا، راه كل واحد عنده امكانياته، كل واحد عنده قدراته، كل واحد عنده عاداته الى غير ذلك. هاد الفيداغوجيا الفارقي راعي هاد الاختلافات، قلنا على انها عباره عن ممارسات وتقنيات تقوم على اساس وجود فوارق او اللي هما كيقولوا فروق بين المتعلمين. شي واحد يكتب التعريف الله يرضي عليكم. انواع الفروق، الفروق يمكن تقسيمها الى ثلاثه ديال الانواع من بين التقسيمات اللي كاينه، ربما ده افضل تقسيم اللي شفت. كاين عندنا الفروق الذهنيه والفروق السوسيو ثقافيه والفروق السيكولوجيه ولا الفروق النفسيه. امين. اشنا هي الفروق الذهنيه؟ الله كتب الفروق الذهنيه عندها علاقة بدرجة اكتساب المعارف المتعلقة بدرجة اكتساب المعارف، هي الفروق الذهنية. كل واحد وعنده قدرات الذهنية ديالو، كل واحد وعقل عليه هذا المصطلح هذا، عنده إيقاع تعلم خاص. كل اللي غيفهم بالزربة وكل اللي ثقيل، كل اللي هاد الطريقة اللي كتشرح بها أنت كيفهمها بالزربة وواحد آخر واخا يكون كي ما غيفهمهاش. لذلك الدراري ملي تكونوا خدامين وشي واحد ما يفهمش ماشي مباشرة تقول ليه حمار ما كتفهمش، ولا كاع بعض المرات ما كتقولهاش، وملي كتخرج مع القهوة تلقى مع صاحبك وتقول ليه التلام الضعاف. على الأقل إلا ما اتهمتيش راسك كنتي تيق في راسك ولا كنهنئك حتى تيق في راسك، اتهم الطريقة اللي كتشرح بها. قول ودي هاد البيداغوجي اللي أنا خدام بها راه لايقة لشي ناس وشي ناس ما خدام ما لايقاش ليهم. شنو خصك دير؟ أنك تراعي الفروق. انا كنت قريت واحد الدراسه قلبت عليها ولكن ما عقلتش، كنت قريت تقريبا اكثر من 18 عام دابا باش شفتها ونسيت على الكتاب اللي شفتها فيه. المهم قال لك على ان شي عالم دار واحد التجربه، جاب مجموعه من التلاميذ البيض والتلاميذ السود. هذوك التلاميذ البيض اعطاهم مثلا مجموعه من الاشياء المنفصله، قال لهم يلا عقلوا على هذه الكلمات، اعطاهم مثلا سكين، قوس، باب، اعطاهم 20 حاجه، اعطاهم البيض استطاعوا انهم يعقلوا على هذاك الشيء تقريبا بواحد نسبه كبيره، الاخرين ما عقلوش. لو انه كان شي واحد يلاه مبتدئ، واخا انا كنعارض هالطريقه في البحث ديال علم النفس الى غير ذلك، ولكن المهم
ماشي خلط مباشرة وقال على أن البيض هم أذكياء وعلى أن السود. أشنو دار؟ عاود القصة من جديد، عاود هذاك الشيء من جديد ولكن بناء على شكل قصة. قال لهم كان غادي واحد الفلاح لقاه هادي، شوية زاد تلاقى مع خوه عطاه هادي، إلى غير ذلك. ملي قال لهم عاودوا دوك السود، عاود داك الشيء بالتفصيل، يعني انه فقط راه ماشي ان المشكل في هذاك السيد في المتعلم، راه المشكل في الطريقه اللي كتشرح بها. هذه الفروق الذهنيه. الفروق السوسيو ثقافيه شنو هي؟ هي ان كل تلميذ عنده قيم ديال وعنده معتقدات، اللغه، ثم بعد ذلك المكانه الاجتماعيه، كل واحد ومكانته الاجتماعيه، كل واحد الوسط اللي يجي منه. عندنا الفروق، انواع الفروق الثالث هو الفروق السيكولوجيه، ان كل متعلم عنده شخصيه ديالو، كل اللي عنده اراده قويه، كل اللي عنده ضعيفه، الحافز، الاهتمام بالماده. ولا راه كاين شي استاذ يقول الكلام الضعف؟ لا راه ماشي ضعف، هو ما مسوقش الماده ديالك، ماشي غبي، هو ما مسوقش الماده، تحاول تحفزيه، دير شي تقنيه باش تحفزيه يهتم بالماده ديالك، راه ماشي مباشره بدون عارف التلامذه الدراري. المميزات ديال هاد البيداغوجيه الفارقيه انها تفريديه، عقلوا على التفريديه، وانها متنوعه. شنو تفريديه؟ انها كتهتم وكتعترف بخصوصيه المتعلم. كتبها تفريديه، هي الاعتراف بخصوصيه المتعلم. ماركي وصحابكم اللي بالك دابا مكونيكتي غير مكونيكتي ماركي. تفريديه قلنا على انها تعترف بخصوصيه المتعلمين، أو لا الاعتراف بخصوصية المتعلم ولا التلميذ إلى غير ذلك. أنها متنوعة ومتعددة. علاش؟ لأنها فارقية، كل مرة كتقترح عليا مجموعة من المسارات اللي خصني نمشي فيها. ما كتقولش يا سير في طريق واحد في نهج واحد، لا، كتقول لي هاد الطريق لا مسلكاتكش، وبدل هاد الطريق هادي، بدل هادي. إذا قلنا على أنها تقترح مجموعة من المسارات التعليمية وكتعطيك مجموعة من الإجراءات، ثم بعد ذلك ان عندها واحد التعامل مرن مع استعمال الزمان. راه يقدر يعطيك انواع البيداغوجيات ويقول لك انا وحده اللي عندها تعامل مرن مع استعمال الزمان. البيداغوجيه الفارقيه عندها القضيه هذه، كل واحد كتعطي وقته، تقدر استعمال الزمان دير شي تغيير معين في استعمال الزمان ديالك. الهدف ديما هو المتعلم، هو في القلب. وهذه راه ما كتبتهاش الا تذكرتها دابا. البيداغوجيين دابا كيهضروا على جوج الانواع ديال البيداغوجيات، البيداغوجيه التقليديه والبيداغوجيه الحديثه. البيداغوجيه التقليديه، كتب هذا الشيء الشريف، كتب. البيداغوجيه التقليديه هي اللي كتهتم فقط وكتركز فقط على المعرفه وعلى المدرس. ولا نقدر نكون كاتب، راه ما عقلتش في هذه الاوراق شحال هذه. والبيداغوجية الحديثة ولا المعاصرة كتهتم بالمتعلم، هو الأساس، المتعلم هو اللي في القلب ديال منظومة التربية والتكوين. المتعلم في القلب بالنسبة للفارقي. الله يعطيك الصحة أم أريج. ثم بعد ذلك هنا خصنا نتسألوا على آليات تفعيل هذه الفارقية. يقدر يسولك يقول لك شنو هما آلية تفعيل هذه البيداغوجية هذه. من بين الآليات العمل على شكل مجموعات، ولكن هذوك المجموعات كيفاش غندير التقسيم؟ ها مزيان، حنا خصنا نديرهم على شكل مجموعات. كيفاش خصني ندير التقسيم؟ إما على أساس المستوى، أو لا الحاجات، أو لا الاهتمامات. أشنا هو المستوى؟ شنو كنعنيو بالمستوى؟ على حساب المستوى، واش متفوق ولا ضعيف؟ على حساب إيقاع التعلم، واش سريع ولا بطيء؟ ايقاع التعلم عقله، واش كيفهم بالزربه ولا ثقيل ولا متوسط؟ ثم شنو هي الاستراتيجيات اللي كيعتمد باش كيقع باش كيفهم؟ نجيو العمل بالمجموعات على حسب الحاجات. كل واحد من المتعلمين عندي عنده احتياجات معينه، شي حاجه اللي ناقصه. هذا المتعلم ناقص هذه الحاجه، ولكن هذا ما ناقصاش. اذا غنحاول نجمعهم على اعتبار هذا المعيار، هذا على حسب الحاجات، ونقترح الحلول المناسبة. وكاين الحاجة الثالثة اللي كنقسمو بها المجموعات، اللي هي معيار الاهتمامات. هادو راه معايير. هادو برافو كلتوما.
الاهتمامات، كل واحد عنده اهتمامات معينة، راه ماشي كاع عندي المتعلمين كيهتموا بنفس الحاجة، كل واحد وكيفاش، كل واحد وشنو مبرزطو. خصني الراعي الرد البال، يعني خصني نكون عندي واحد تصور معين، التلميذات اللي عندي كندرسهم ماشي غير كنقريهم المعرفة، راه خصني نشوف العادات ديالو الاهتمامات ديالو، وكنحاول نأقلم الدرس ديالي والتقنيات ديال التنشيط ديالي مع الاهتمامات ديال التلميذ، مع الاهتمامات ديال المتعلم. وبحال واحد عنده جداده خدامه من 1980 وباقي خدام بها لحد الان، قرا بها والدينا وقرانا بها حنا وغيقري ولادنا بها. لا ما يمكنش، ما رايتيش هذا الاختلاف الزمني، خصك ترد لي البال. واش تفهمنا؟ وهاد الاهتمام وهاد المجموعات هادو راه كتخدم بالزمن، يعني غترتبهم غتقول لهم غتخدم واحد 10 دقائق مجموعين وتعاودوا تاني تفرقوا ترجعوا عاديين كيف ما كنتوا في الاول. صافي هادي كملنا، شرحنا الفارقية مشات. دابا غنشوفوا بيداغوجية اخرى. واش هادشي واضح ولا ماشي واضح الدراري؟ انا كنشوف التعليقات ديالكم. غندوزو البيداغوجيا الادماج. اشنا هي بيداغوجيا الادماج؟ غير يبقى اللايف. قول لي واش هادشي هنا غادي مزيان. بالنسبة للبيداغوجيا الإدماج، هي واحد البيداغوجيا شنو كنديرو فيها؟ كنحاولوا ما أمكن أن هذوك العناصر، دوك التعلمات اللي كانت منفصلة عند المتعلم، كنحاولوا ندمجوها نربطوها، عملية الربط بين التعلمات السابقة باش كيولي عندها معنى. أيضا تجاوز القطائع، ان هذيك التعلمات ما كاينش واحد القطيعه فيما بينها، بالعكس راه وحده كتكمل وحده، وكنصنعوا علاقات. وطبيعه الحال علاش خدمنا بهذا البيداغوجي الادماج؟ حيت كاين مجموعه من الدراسات اللي كتقول لك اودي ان المعارف الجديده اللي يلا كتسمعها الا ما استطعتيش تربطها مع داك الشيء القديم كتنساها، ولكن الا كانت معارف جديده ودرتي العمليه الثانيه اللي هي عمليه الادماج، ربطتي بين دوك التعلمات الجديدة وديك البنية القديمة اللي عندك في دماغك، غيبقى التذكر دائم. ثم عندنا بيداغوجيا التعاقد. هذه البيداغوجيا التعاقد كتكون من خلال تنظيم واحد الوضعيات، تنظيم وضعية التعلم عن طريق، ماشي انت اللي كتجي كتفرضها على المتعلم، لا بالعكس، تحاول تفاوض معه، تفاوض بين المدرس والمتعلمين. هذه بيداغوجيا التعاقد، ديما كتكون واحد الحالة ديال التفاوض والتفاعل مع المتعلمين داخل جامعة القسم. كيوقع التفاوض بحال شحال ميثاق القسم. الميثاق القسم هو اننا واحد، هو العقد الديداكتيكي، يدير بين قوسين العقد الديداكتيكي. اشنو فهاد العقد الديداكتيكي؟ فيه مجموعة من القواعد اللي كتنظم التواصل بين التلامذ مع بعضياتهم. مثلا الا بغيتي تمشي عند صاحبك، خصك تمشي مثلا بواحد الطريقه مؤدبه، لا هضرتي معاه ما تغوتش عليه، قضيه انك تاخذ السيل وتسرقوا ليه لا ممنوع، هذاك الشيء كامل في ميثاق القسم. كتنظم العلاقه ما بين المتعلمين وبين المتعلمين وبينك انت كاستاذ. طبيعه الحال من بينها مثلا كتقول لهم خصكم تحافظوا على النظافه ديال القسم، الحفاظ على التجهيزات، ديك السبوره ما تخسروهاش، الطاولات ما تبقاوش تكتبوا فيهم، ملي هضر شي واحد خصنا نسمعوا ليه، ملي تبغي تهضر خصك دير بواحد الطريقه معينه. هادشي كامل يدخل في ميثاق القسم. ثم عندنا التعاقد البيداغوجي اللي كيكون واحد التعاقد ما بين، تعاقد بيداغوجي داخل في التعاقد، بيداغوجي التعاقد كيكون ما بين المتعلم والمدرس، ولكن المتعلم كيكون باغي يصحح ولا باغي يطور المستوى المعرفي ديالو والمهاري والنفسي. كدير تويا واحد العقد مكتوب، كتقولي شوف غنتفقوا على انك في خلال هذا الشهر هذا غتحاول تعالج هذاك المشكل اللي عندك، مثلا هذا وهذا وهذا في الماط ولا في العربيه ولا في الفرنسيه، وكتفقوا على الخطوات ديالو
ولا كان مثلا كدير امضاء المتعلم، امضاء الاستاذ يعني نتايا، وامضاء الاب ولا الام ولا شي حاجه، باش كيكون العائله والمنظومه كامله كتحاول ما امكن تجتمع باش كتوصل لهذا العقد، توصل لهذا الهدف اللي كاين في العقد البيداغوجي. عندنا بيداغوجي الاهداف، بيداغوجي الاهداف تجزئ الانشطه المدرسيه. عندنا واحد النشاط كنجزئه مجموعه من الاهداف الصغيره دون اعتبار لذاتيه المتعلم، انني كنشد ديك المعرفه كنجزئها وما كنديرها في متعلم لا والو، مركز غير على المحتوى، مركز غير على المعرفه، كنجزئها كندير واحد الاهداف صغيره تجزئ. هذه هي قائمة على المدرسة السلوكية، قلنا على المدرسة السلوكية هي اللي كتجزء النشاط. ثم بعد ذلك أنهم كيوضعوا الأهداف في هذا البيداغوجي، الأهداف قبل الدرس، قبل ما يحط ضد الدرس هو راه حاط الأهداف. المتعلم عنصر سلبي يعني ما كيردش للبال، مركز غير على المعرفة، وهذا المتعلم هذا لا يعتبره شريكا في العملية التعليمية التعلمية، ما مسوقوش أصلا هذا البيداغوجي الأهداف. عندنا بيداغوجيا اخرى، هادشي كيبان لي مفهوم ياك الشباب. غنجيب لكم الوريقه الاخرى، دابا راه وصلنا الصفحه 7، باقي لنا 5 ونكملوش. عندنا بيداغوجيا الدعم، التعريف ديالها خذوا، هي مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي تمكن من النش من تشخيص مواطن النقص وسد الثغرات المعرفية لدى المتعلم. كندير واحد مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الإجراءات، مجموعة من الخطوات، مجموعة من الطرق للهدف من النش، هو أن هذاك المتعلم اللي قدامي خصني أول حاجة نعرف الصعوبات اللي عنده، نعرف الثغرات اللي عنده. ما يمكنش انا هذاك التلميذ نصحح له الثغرات وانا ما عارفهاش، خاصني نعرفها بعدا، عاد كنبدا عمليه ملئها وسديها، وعاد كنبدا معالجه الصعوبات. هذه بيداغوجيا الدعم ببساطه تامه. مزيان هنا، بيداغوجيا المشروع هي واحد الطريقة تعليمية اللي مبنية على اش؟ مبنية على العمل الجماعي، وتشجع إبداعات المتعلمين ولا إبداعات المتعلم. هذه بيداغوجيا المشروع، أن هذاك التلاميذ كنجمعهم في شكل مجموعات وكنعطيهم خدمة، أو لا هما اللي كيقترحوا الخدمة وكيبداو خدامين، هما اللي كيبدعوا، انا فقط غير موجه ومرشد ومراقب عن بعد، ما كنتدخلش في الخدمه ديالو. بحال مثلا ملي كيديروا شي مثلا شي مجله حائطيه ولا ما عرفتش، ولا كاع مثلا يديروا شي عرض في القسم، هذاك هو داخل في المشروع، يديروا شي عرض ثلاثه التلاميذ مع بعضياتهم يتجمعوا ويديروا شي عرض في شي موضوع معين، هادشي كامل داخل في بيداغوجي المشروع. بيداغوجي الخطا هذه اللي نقدروا نحطوها لكم في الامتحان، حاولوا تبارطاجيو هاد اللايف هذا في لي جروب، من غير لي جروب ديال القرايه حيت ما غيدوزوش اللايف. بيداغوجيا الخطا، هاد بيداغوجيا الخطا في حقيقه ثوره في العالم ديال البيداغوجيات. في القديم كان كيتعتبر الخطا علامه على الفشل وعلامه على الغباء، وكانوا كاين اللي كيخطا راه غبي راه ما كيعرفش، ولكن هاد بيداغوجيا الخطا قالت لي مودي راه نتوما اللي ما كتعرفوش، راه الخطا هو استراتيجي، هو من التقنيات الأساسية في التعلم. وهم اللي كنذكروا ديال الخطأ ضروري نذكروا النظرية البنائية لجون بياجي. الخطأ أمر إيجابي ماشي شي حاجة خيبة، الخطأ أمر إيجابي. وأكثر من ذلك، هاد البيداغوجيا الخطأ وأعطات التلميذ الحق في الخطأ، ماشي غير قالت له لا أخطأتي راه ماشي مشكل، وعندك الحق تخطأ. ثم بعد ذلك هذه البيداغوجي ديال الخطأ هي اللي كتخلي ان الاستاذ ينوع في الطرائق البيداغوجي ديالو. راه هذا علاش خطأ، راه ماشي حيت غبي، راه الطريقه البيداغوجيه ديالك ما ناسباتوش،
حاول تنوع، حاول تنوع ملي تكون في القسم، ملي تكون داخل الفصل الدراسي. هذه بيداغوجيا الخطأ، تا هي غنديرو لها بسلامة طارت. بيداغوجيا اللعب، اللعب شنو هو؟ هو واحد النشاط جسدي كديريه بالجسد ديالك، مجموعة من العمليات الجسدية أو العقلية، هذا هو اللعب. ولكن غير اللعب كندير مجموعة من الأنشطة الجسدية والعقلية بقصداش، بقصد الاستمتاع، هذا اللعب. ولكن بيداغوجيا اللعب كندير مجموعة من الأنشطة الجسدية الفيزيائية، الفيزيائية ولا الفيزيقية كيف ما تلقاوها في الكتب، أو العقلية، ماشي بقصد اللعب ولكن بقصد التعلم. أنا كندير مجموعة من اللعاب اللي كتضمن معرفة في الداخل ديالها، ماشي غير كنعطيك الناس في القسم كيلعبوا ولا كنخرجهم من الساحة كندير لهم شي نشاط غير كيلعبوا باش كيتمتعوا، لا، راه كنقل لهم واحد المعرفة معينة، وتقدر تخدم بها مع وليداتك ولا مع خوك الصغار، تكون تلعب معاه وتعلمو الحساب، تكون تلعب معاه وتعلمو المهارات ديال دمج الأفكار، تلعب معاه وتعلمو كيفاش يدير واحد الحركات معينة، هادشي كامل داخل في بيداغوجيا اللاعب. كملوا البيداغوجية الدراري، قلنا لهم سلامة، نوقفوا عاد هنا بما استراحتوا شوية. الديداكتيك دابا غنديروا الديداكتيك، البيداغوجية راك فهمتوها دابا. الكلمات مزيان، واش هنا مزيان ولا لا؟ انا راك نحاول نركز لكم على الامور الاساسيه باش ما تبقاش ضايع. حيت شحال من واحد راه بالنسبه لنظريه التعلم راه شرحناها بنفس الطريقه، داكشي مبسط ساهل الاساسي اللي قدرتي تزيد من بعد مزيان، الا قدرتي تزيد مزيان. انا كنحاول نشوف داكشي الاساسي، الا قدرتي تبني عليه سير توكل على الله. ما كاتب غير الديداكتيك الفوق، غير الديداكتيك. راه كنجرب باش من حيت راه ديجا حطيت هادشي في الفيس عندي، يعني باش تتبعوا معايا، داكشي علاش. المهم هو نحيد غير داك الخوف، نحيد لكم غير الخوف من هادشي، راه ماشي شي حاجة اللي عجيبة غريبة. ديداكتيك، هضرنا على البيداغوجيا، بيدا شنو كتعني، واغوجيا شنو كتعني، حيت يقدروا يحطوا لك اختيارات ويقول لك شنو كتعني. حيت دابا راه الامتحان راه كيطبع، الامتحان دابا راه تحط كيطبع، يعني واخا نخدموا حنا شي محتمل تقدر طيح شي حاجة. عندنا ديداكتيكوس، اشنو المعنى ديال ديداكتيكوس؟ هو كل ما يختص بالتعليم. انا عرفت لكم الطريقة اللي كتب لي صحيحة، ولكن غنعطيكم التعريف اللي كاين في الكتب. في الاول في اول لايف عطيت التعريف اللي كنت تبناه ديال البيداغوجيا، عطيتكم المخطط ديال 2019 لمخطط جديد، وسميته كدولي مخطط فوج 2019. نعطيو التعريف اللي كاين في الدليل البيداغوجي دابا، حيث يقدروا ولا يحطوا لكم، وهما في الوثائق الرسميه، في حقيقه الناس اللي خدامين في الوزاره وكيصدروا الوثائق اذكياء، ماشي ما كياخذوش لك، لا يخوضون في هذيك الامور المتنازع حولها، حيث عارف السوق شنو فيها، عارفه انه كل واحد كيقول له هضره ما كيبغيش يبرزطك انت بقوه التعاريف. بالعكس كتلقى في شي كتوبه اللي كيجمع التعاريف، يجمعهم، هي يقول فلان لا هذيك راه ماشي المعرفه، هي هذيك المعرفه، ماشي نجمع الاقوال، راه تقدر تجمع الاقوال. لو بغينا نديروا لايف 100 ساعه نديروا، نبقاو غير يقول فلان، يقول الكتوبه موجودين الحمد لله في الانترنت، موجودين في اي تخصص. راه العلم هو انني نفرز الصحيح هو اللي نقوله، نعرف ننتقد هذا صحيح هذا غلط، اللي غلط بلا ما نصدع بيه الناس. اما نعمر انا كتاب فيه 200 صفحه وعامل غير بالتعاريف، اللي تعريف اللي تبغى تفهم التعريف الاول ما تفهميش، تقول اجي نقرا التعريف الثاني باش نفهمه، وتا هو ما غتفهميش. علاش؟ لان هذا كيقول هضره وهذا كيعاكسه. خصني اذا بغيت ندير شي كتاب ويكون داكشي منظم، حاجه دير حاجه، حاجه دير حاجه، بلا ما تاخذ بزاف الخلافات. الخلافات تقدر ديرهم في الاخر، اللي عنده الجهد وباغي يطور راسه وغيمشي للخلاف. وانت تدقن المقدمه بعدين هي ما الناس ما غيزعموش على الكتاب ديالك. انا كنقولها بالنسبه للناس اللي كيكتبوا الكتاب، والمغاربه يؤلفون جيدا، المغاربه يؤلفون جيدا الحق يقال،
انا مبغيتش نذكر لكم بعض الاسماء حيت ما بغيتش ندير الاشهار لشي واحد، ولكن الله يعطيهم الصحه استفدنا منه وايضا مراجع اخرى. شوف واحد القائل، الاساسي دائما ينبغي احترامه، الاستاذ خصك تحترمه ولو يكون مضيعك، ولو يكون معاش مدير معاك خصك تحترمه. الديداكتيك الدري كتبوا التعريف ديال الديداكتيك. الديداكتيك كيقول لك على انه هو اللي كاين في الدليل البيداغوجي، كيقول لك على انه هو علم التدريس، هو في حقيقة الامر ما لا علم ولا حزان، راه ماشي علم. ما عرفتش انا كيفاش ماشي علم، والبيداغوجي ليست علما، ولكن غير هنا راه هما كاتبين علم التدريس، كاتبين على انه شق من البيداغوجيا، ليس شقا من البيداغوجيا، ولكن هما كاتبين، غنقول لكم داكشي اللي كاتبين. كاتبين على انه موضوعه تدريس التخصصات الدراسية، اي هذه مزيانة، ولكن موضوعه تدريس التخصصات الدراسية المختلفة من خلال التفكير في بنيتها ومنطقها وكيفية تدريس المفاهيم. شنو بغا يقول لك هنا؟ ان في البيداغوجيا كنشوف غير المعرفة ككل، ولكن في الديداكتيك كنشوف هذيك المعرفة النوع ديالها، البنية ديالها، واش رياضيات واش فرنسية واش هذا، ومن بعد كنشوف دوك الأجزاء كيفاش ترتبط فيما بينها، وكنشوف المشاكل ديالها والصعوبات اللي كيواجهها التلامذ ملي كيبغيو يتعلموا هذيك المادة. هادشي كامل في الديداكتيك، وكيفاش تقريها. وكيقول ديداكتيك الرياضيات، ديداكتيك العربية، ديداكتيك الفرنسية. كاين تعريف آخر كيقول لك على أنها مجموعة من الطرق والتقنيات لتدريس مادة معينة. راه تفن، راه تفن. غنقول لك شنو كتقصد بفن عبد الغني، يا أخي عبد الغني غنقول لك شنو كتقصد بها. راه هذه المشكلة دابا، علوم التربية وعلم النفس والاجتماع وشي أقسام من علم الفلسفة وحتى علم المنطق، في هذه المشكلة المنطق الأرسطو داك النظر اللي عندهم هذه المشكلة كبيرة ديال أنهم السميات بزاف، وكل واحد كيقول نفس الكلمة وكيعني بها معنى آخر، حيت اللغة راه مجرد لباس للمعاني. أنا ملي نكون قرا شي حاجة ما نوقفش غير عند اللغة، خاصني نمشي عند المعنى. إذا كانت عندك هذه القدرة طورتي هذه الملكة هذه، غتولي كتاكل الكتوبة، ما تبقاش عندك مشكل، وتولي عندك قدرة تنطق كيف ما بغيتي الكتب، ماشي غير باغا تحفظ. هذه قال احفظها، هذه قال فلان احفظها، لا خاص تخرج عالي، ما تخرجش، لا تكون من فحول الناس الا كنت غير كتحفظ. لا راه خصني، قلنا عندي واحد الميفاجي نحط مقاده في دماغي على قد ديرها تخصص، مش دير جميع التخصصات، كاين شي تخصصات معينه باغي تدوز امتحان احفظ كدوز بحال شي علوم طبيه احفظ ودوز، ولكن كاين شي مهارات مهمه اللي خصك ديرها مع الوليدات. هضر على التعريف ديال الديداكتيك، نهضر على الانواع. كيقول لك الديداكتيك العام والديداكتيك الخاص، باش نطول عليكم الدراري، راه كنت بغيت نهرس لكم داك الفقصه ديال هادشي. عندنا الديداكتيك العام والديداكتيك الخاص. كنتمنى شي استاذ هنا في علوم التربيه ولا شي حاجه يناقشني فيه في الخاص، يصيفط لي في الخاص. عندنا الديداكتيك العام، شنو كتبوا التعريف من البيداغوجي خديتو. الديداكتيك العامة هي الديداكتيك التي تكون مبادئها، يعني مبادئ القوانين ديالها، ونتائجها مطبقة على مجموعة من المواد. الديداكتيك العامة كناخذ من مجموعة من المواد كتنطبق عليها نفس المبادئ، مثلا بحال الرياضيات والعلوم، هذيك تسمى الديداكتيك العامة، كتنطبق عليها جوج مواد فأكثر، هي الديداكتيك العامة. راه يحط لكم في الاختيارات، يقولك الديداكتيك العام واش كتطبق على مادة واحدة ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. راه الناس ديال مركز التقويم راه كيحطوا شي حاجة بحال هادشي، كيريح يعرف شنو الجواب الصحيح، وكيبدا يحط لك في الاختيارات من راسه، يزيد رقم ينقص رقم إلى آخره. ثم عندنا الديداكتيك الخاصة. أشنو هي الديداكتيك الخاصة؟ هن قلنا هي التي تكون مبادئها ونتائجها مطبقة على مجموعة من المواد، هنا هي التي تكون نتائجها مبادئها ونتائجها مطبقة على مادة معينة. غتكتبها انت شنو غتكتب؟ غتكتب هي التي تكون مبادئها مطبقة، مبادئها ونتائجها مطبقة على أكثر من مادة، هي العامة، على مادة واحدة هي الخاصة. عرفت تلخص يا صاحبي؟ عرفت تلخص؟ راه مهم تعرف تلخص.
عندنا واحد المبادئ تسمى مبادئ ديداكتيكية عامة، هذه لقيتها غير في الدليل البيداغوجي، الكتب الاخرين ما كاتبينش شي حاجة مزيانة بحال الدليل. خاصها تكون التدرج والاستمرارية في هذوك المناهج اللي غنحطو نقريوهم الوليدات، يعني المعارف كتدرج من مستوى إلى مستوى وتكون متعلقة ببعضياتها متصلة بحال الاتصال والاستمرارية في الدوال، كذلك يكون حتى في الدوال في الماط، الناس ديال الماط عارفين شنو، يكون داكشي متصل ومتدرج، وحدة كتأهلك لوحدة، هذا المستوى يأهلني المستوى الآخر. ثم بعد ذلك الكود يركز على الكيف، ما تركزش ليا على الكم، النوع شنو غنقريه، خاصو الكفايات الأساسية، بين قوسين ولا جوج نقاط، الكفايات الأساسية نعلمها له، الأولويات، التركيز على الكيف هي الأولويات، وما نهضرش على التراكم الكمي، نبقى غير ندير له في الوضعيات بزاف، لا خص تكون شي حاجة اللي. ثم بعد ذلك التنويع، ملي يبان لك أن هذاك المتعلم ديالك اللي ممتاز ولا بدا كيشاغب ولا بدا كيدير شي نشاط اللي ما عجبكش، راه هنا هذه دعوه لك انك تنوع، تنوع في الانشطه اللي كدير، راح يتمل، ماشي تكرهي تقول له دير هذه بز منك ولا تبقى تكرر له هذاك الشيء، لا خصك تنوع. ثم اعطاء معنى للتعلمات، ما تعطيش شي حاجه كل حاجه في بلاصه، لا خصك داك الشيء يبان لي على انه مترابط وعنده علاقه بداك الشيء في دماغه وعنده معنى في دماغه. واش هادشي غادي مزيان ولا لا؟ إعطاء معنى للتعلمات. ثم بعد ذلك عندنا إعطاء، عندنا التكامل، التكامل بيناش بين الوحدات وبين المكونات ديال هذيك المادة ولا المنهج الدراسي، وكاين عندنا جوج الأنواع ديال التكامل، كاين عندنا الأفقي والعمودي. الأفقي شنو هو الأفقي؟ هو تكامل مكونات كل مادة دراسية، على أن المادة الدراسية فيها مجموعة من المكونات، مكون عنده علاقة بمكون. العمودي هو تكامل بين برامج جميع المستويات، هذا المستوى البرامج ديال هذا المستوى متكاملة مع المستوى اللي فوق منه وهكذا دواليك. ثم عندنا من بين المبادئ الأساسية، من بين المبادئ الديداكتيكية العامة، التقويم اللي خصنا نديرو. والتقويم شنو هو؟ هاد التقويم هو مجموعة من العمليات اللي كديرها أنت كأستاذ باش كتقدر لتقدير المردودية الدراسية وتعرف الصعوبات اللي كاينة عند المتعلم. هو مجموعة من العمليات التي تهدف إلى تقدير المردودية وصعوبة التعلم. هذه المبادئ العامة، نشوف شنو كاين هنايا، هذه كملناها، غنشوف لكم الورقة الأخرى. معايا ولا نعسو؟ شي واحد يبارطاجي في لي جروب. عندنا بالنسبة للمفاهيم اللي كاينة، هذه ما كايناش في الدليل البيداغوجي، كاينة في كتب أخرين، يقدروا يحطوها لكم. عندنا تعاقد ديداكتيكي والتعاقد البيداغوجي، راه هضرنا عليها قبيله، فحال مشروع القسم داخل في التعاقد الديداكتيكي، كننظم التواصل ما بيني وبين المتعلم والمتعلمين مع بعضياتهم، هذا هو التعاقد الديداكتيكي. التعاقد البيداغوجي هو واحد العقد اللي كيكون ما بين المدرس ديالك انت استاذ وبين المتعلم ديالك باش يتجاوز الصعوبات المعرفيه والنفسيه اللي عنده. هذه طارت ياك العالم، هذه طارت. عندنا المثلث الديداكتيكي، المثلث الديداكتيكي عندنا فيه معرفة وعندنا مدرس وعندنا متعلم، العلاقة ما بين المدرس والمعرفة هي النقل. شنو المعنى ديال النقل؟ هذه راه النقل، ها المعنى ديال النقل الديداكتيكي، انها كتكون هذيك المعرفة علمية، واش ديك المعرفة اللي كاينة في المجلات العلمية متخصصة غنجي مباشرة نقريها للمتعلم، لا خص ندير لها عملية النقل. شنو هو المعنى ديال عملية النقل؟ هي انتقال المعرفة من حالتها العالمة إلى حالتها المدرسة، هذا تعريف سهل، هذا هو النقل الديداكتيكي. قلنا على ان عندنا هنا معرفه، عندنا مدرس، عندنا متعلم، العلاقه هنا بين المعرفه والمدرس هي النقل،
العلاقة بين المتعلم والمعرفة هي التمثل. أنا هذيك المعرفة، هذاك المتعلم راه عنده واحد التمثلات معينة، واحد التصورات معينة على داك الشيء اللي غيقرا. العلاقة ما بين المدرس والمتعلم هي التعاقد، يقدر يحط لك اختيارات ما بين يقول لك ما هي العلاقة ما بين المعرفة والمدرس، ويعطيك مجموعة من العلاقات، واش نقل ولا تمثل ولا تعاقد ولا بيع وشراء. يقول لك من عقد، يقدر اللي ما عارفش هادشي يكتب لي بيع وشراء، عقد بيع وشراء. خصك ترد البال، راه هادشي اللي غيديروا لكم في الامتحان، راه الامتحان غيتحط بهذه الطريقة هذه في الغالب. في الغالب انا هادشي اللي بان لي، وكانت نشرت شحال هذه قلت لكم على انه غيتحط في بحال 2013 في 2014، وراه كاين في نماذج في الانترنت. قلب نموذج 2013 و14 ما عقلتش شنو كاين، راه غتلقاه. وشوفي فيه اختيارات وكتختار، فيه ربط بالاسهم، فيه املاء الفراغ، هذيك اللي كتجيبها من دماغك، ولكن كتكون كلمه معينه اللي خصك تكون عارفها، شي حاجه اللي كتلقاها في كاع الكتب. حيت علاش دابا واش غيدوز على الاقل؟ ما عرفتش مازال ما خرجتش الاحصاءات شحال من واحد دافع ولا شحال من واحد غيدوز. المهم انا كنتصور على انه على القليله 180 الف اللي كاينه المينيموم، على حسابي انا، حسابي انا 180 الف فين المصححين اللي غيصحوا؟ صعيب. اذا غيديروا داك الشيء ديال غيعطيو لكل شيء يصحح ولا شي حاجه، ولا دوك الناس اللي موالفين كيصحوا، ولكن شي حاجه باينه صحيحه غالطه، دير السهم صحيحه غالطه نقطه طططط ودوز طير، وهكذا دواليك. هذه طارت قبيله، شكون ابراهيم ولا ما شكون قال لي طار ديداكتيك. غندوزو عند التنشيط التربوي. التنشيط مهم، ما ضروري تضبطو. تنشيط الشباب، كيف تنشطون معايا ولا ماركي وصحابكم؟ صاحبك اللي كيضيع الوقت دابا في الشاط عيط له راجع. راه ما تخافش، الا راجعت هادشي مزيان المادة ديال المستجدات غتكون مخير، مخيرو بزاف. غدا ان شاء الله قلت لكم راه غنهضروا شويه على الجداده، ونهضروا على التقويم. الجداده والتقويم هما اللي غتحطوا لك في الديداكتيك ديال الماده ديالك، هذه بالنسبه للابتدائي وبالنسبه للثانوي بجوج. بالنسبه للتنشيط كنهضروا على طرق التنشيط، وكنهضروا على تقنيات التنشيط، طرق التنشيط وتقنيات التنشيط. غنهضروا في الاول على طرق التنشيط. عندنا ثلاثه ديال الطرق: الطريقة الاستفهامية، الطريقة الاستكشافية، الطريقة الإلقائية. أشنا هي الطريقة الاستفهامية؟ الطريقة الاستفهامية أن هذاك المتعلم اللي عندك في القسم كتكون عنده مجموعة من المعارف، مجموعة من التمثلات، مجموعة من التعلمات. أنت شنو كدير؟ كدا تطرح عليه في الاسئله طريقه استفهاميه، كدا تستفهم هذه كيفاش درنا لها، هذه من جيبنا. انت غير بالطريقه ديال الاستفهام ديالك كيبدا هو كيبني في المعرفه، وكيبدا كيتعلم عن طريق هذوك الاسئله اللي كدير انت. هذه من طرق التنشيط، كتكون مبنيه على النقاش، غير كتناقش معاه، ما كتعطيه حتى شي حاجه. انت ديك البركه اللي عنده كيبدا يقاد فيها يجمعها، ديك البركه يعني ديك التعلمات، صافي كيفهم. هذه الطريقه الاستفهاميه، راه سهله معنا. يعني كتحاول تحفزيه باش يجمع داكشي اللي عنده، إعادة الصياغة. عندنا الطريقة الاستكشافية، وهي طريقة مبنية علاش؟ على تجربة المتعلم. كنحاول هذاك المتعلم اللي عندي في القسم نوضع عليه شي سيناريو بيداغوجي باش هو يعيش هذيك التجربة، يعيش تجربته الخاصة باش يحل داك المشكل. إذا ضروري في هذه الطريقة الاستكشافية ما كنواجه المتعلم مع المشكلة. هذه هي الطريقة الاستكشافية. عندنا الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة الإلقائية، وهذه هي الطريقة ديال العرض، مبنية على العرض، بحيث أنه الأستاذ كيكون هو المايسترو، هو البطل، كيجي كيبدا كيعطي التلامذ، جاب وريقاته كيبدا يلا كتب 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 كتب، صوني الساعة يلا بسلامة. هذه هي الطريقة الإلقائية، كتعتمد على المدرس بشكل كبير جدا. كيجي غير يستعرض داك الشيء اللي عنده وكيصيفطهم، هو اللي كيتحكم في المحتوى، بحيث ان التفاعل ما بين في هذه الطريقه الالقائيه. هذا السؤال يقدر يقول لك فينا هي الطريقه اللي كيكون فيها نوع من التفاعل ما بين المتعلم والاستاذ. هذه الطريقه الالقائيه ما كاينش التفاعل، كيجي كيبدا يدير الشحن ديال التلامذة، يفرغ من عنده ويشحن التلامذة، صافي. هادي كملناها درناها،
غنمشيو دابا الانواع تقنية النشاط، قالت لنا جوج صفحات ونكملو، راه تقريبا شي 100 صفحة دابا اللي لخصناها. 100 صفحة الشباب اللي لخصناها تقنيات التنشيط. عندنا من مجموعة من التقنيات هما هادو، ولكن كتطبق عليهم مجموعة من المبادئ اللي خصك تكون عارفهم. اشنا هما المبادئ هادو؟ اول حاجة ان المدرس كيكون عبارة عن مسير ومنشط، غير كيسير وكينشط الحصة ديالو. والمدرس عبارة عن عضو في جماعة القسم، ماشي هو الرئيس، غير عضو، هو غير ما عندوش شي كراد متميز، غير واحد العضو. يعني خصو لابد وان يكون متسامحا ومتفهما مع التلميذات ديالو، ويكون كيتواصل مع التلميذات ديالو. اهم تقنيات التنشيط عندنا الزوبعة الذهنية، ولا تقدر تلقى العصف الذهني. واش غادي معايا ولا لا؟ غادي معايا الدراري؟ راه كنشوف دابا في لي كومونتير، حيت كنخاف تقطع الانترنت و نبقى كنهضر غير بوحدي بحال شي واحد مسطي. الزوبعة الذهنية، عقلنا الزوبعة الذهنية وحاول تكتبها. الزوبعة الذهنية هي عملية المعلم أو المدرس أو أنت كتشرك المتعلم في إيجاد الحلول. كتقول لي ها المشكلة اللي عندنا وفكر معايا. هنا ملي كتقول التلميذ فكر معايا، يقول راه غنعاون الاستاذ وغندير الافكار ديالي الخاصه، كتخليه يبدا يشارك وينقز. مزيانه هاد التقنيه ديال العصف الذهني، تلاقيه مع المشكل وكيبدا كتقول له ودي انت غتعاونني، ماشي كيبقى هو السلبي جالس يقول هاد المشكل راه غيحل الاستاذ. لا، كتقول لي انت غادي تعاونني. هنا كدير لي الزوبعه الذهنيه في دماغه، كيبدا كيتحفز وبدا نشيط. ماشي كتشاركيه، هادي كتبت التعريف ديالها. الزوبعه الذهنيه اشراك المتعلمين في المناقشة لإنتاج أفكار خاصة بهم لحل المشكل. عندنا البيداغوجي ديال حل المشكلات، أنك كتوضعيه في المشكلة وكتخليه هو بوحدو مضارب. كاين من بين التقنيات المسرح، راكم عارفين المسرح. كاين التقنية الأخرى اللي هي المحاكاة ولعب الأدوار، هذه غنحاول نشرحوها. هاد المحاكاة ولعب الأدوار، كتشد المجموعة ديال القسم وكتقسمها لجوج، جوج مجموعات. مجموعة كتقمص واحد الأدوار معينة عندها علاقة بالظاهر ولا الموضوع اللي كنهضروا عليه، ثم بعد ذلك المجموعة الثانية كتكون مجموعة ديال الملاحظين. إذا عندنا مجموعة المتقمصين ومجموعة الملاحظين، والمجموعة ديال الثانية كتلاحظ هذاك الأحداث وهذوك الأفعال اللي كديرها المجموعة الأولى. هذه هي المعنى ديال المحاكاة ولعب الأدوار. هذه طريقة من الطرق ديال التقنيات، كتخلي القسم نشيط، قسم حركي، وكل شيء كيتحرك وكل شيء كيخدم ببعض. كاين الرسم والأعمال الفنية معروفة، كاين الموائد المستديرة، دير شي طوابل تجمعهم وتقادهم باش تولي مستديرة. كاين التقنية اللي مهمة، تقنية فيليبس 6، ولا 3 4. هاد تقنية فيليبس يعني كنقسمهم المجموعات، كل مجموعة فيها 6، والستة التانية يعني كيتناقشوا في بيناتهم 6 دقائق. وثلاثة أربعة، تقنية 3.4 يعني كنقسمهم المجموعات، كل مجموعة فيها 3 ولا 4. راه تقريبا راه نفس التقنية. مو تقنية فيليبس حتى يقدر يسولك فيها ولا يعطيك اختيارات، يقول لك شنو كتعني بتقنية فيليبس، عندك اختيارات. كنوزعوا التلامذ الى مجموعات، كل مجموعه فيها 6 تلامذ، كيختاروا مقرر ديالهم اللي كيكتب داكشي اللي غيتفقوا عليه، كيتناقشوا لمده 6 دقائق ما كيفوتوهاش، يعني تقريبا كل واحد كياخذ دقيقه من دوك 6. كيدونوا الافكار، شكون اللي كيدون الافكار؟ كيدونها المقرر. من بعد ملي كتسد دوك 6 دقائق، كل الاستاذ يلا قراوا التقارير ديالكم، كل شيء كيبدا كيقرا. من بعد جماعه القسم كامله كتناقش في هذوك التقارير. هذه هي تقنية التنشيط. بقات لنا الصفحة الأخيرة فيما أعتقد، اللي هي التخطيط. واخا أنا أنتقل.
شحال وصلنا من دقيقة دابا الدراري؟ مزيانة أسير، شحال من دقيقة في اللايف واصلين دابا؟ عندنا التخطيط، أشنو المقصود بالتخطيط بعدا؟ كتب التعريف. تخطيط التعلمات، تخطيط التعلمات هادشي عنده علاقة بالجدادة، اللي خايف من الجدادة. هذه مقدمة لديال غدا باش إن شاء الله ما تبقاش عندك مشكلة في الجدادة، ما يبقاش عندك مشكل في الديداكتيك. ديداكتيك المادة. حيت كاين بزاف اللي كيصيفط ليك ويقول لي الجدادة، ما هي الجدادة راه ما حتى شي حاجة، راه السمية ديالها وصافي. بطاقة تخطيط الدرس. غير واحد القضية تفكرتها دابا، واحد الكلمة لقيتها في الدليل البيداغوجي يقدروا يحطوا لكم تحلوها ولا شي حاجة، قال لك اودي على انه الاستاذ خصو يحاول ما امكن يغير ليهم في بنية الطوابل، ما تبقاش بديك الطريقة وتكون على طريقة حذوة الفرس. حذو هما كاتبين بالدال معجم، بالدال معجم، هي راه حذوة الفرس. اشني هي حذوة الفرس؟ حذوة الفرس هي الصفيحة، راه الناس عارفين، ياك عارف الصفيحة، انا راه ولد العروبية راه عارف عارف الصفيحة. شكل اي، كتكون على الصفيحة كتكون على الشكل اي، هي الحذاء هذيك، هي ملي كي دابا انت كتسري الصباطة من لعب لعب، ولكن العود راه كرة من الشهر للشهر كيدير صباط جديد، هو الحذاء ديال الفرس، القطعة الحديدية التي تكون أسفل قدم الفرس ولا الدابة، كتحميه مسكين، كتحميه باش يبقاو رجلين نقايا. كنت كنحضر ليهم شحال، كنت كنمشي مع جدي يدير ليهم داكشي. ايه الايام. المهم معي التخطيط، كتب التعريف، كتب التعريف هاد الدراري. قلنا على ان التخطيط هو التفكير والتدبير سلفا بما يجب عمله لتحقيق اهداف معينة. التخطيط انني كنفكر وكندبر باش هذاك الشيء اللي باغي نديرو في القسم، ماشي تنجي حتى للقسم ومن بعد نقول شنو غادي ندير شنو، لا خصك تكون قبال في الدار درتي واحد عملية تفكير المسبق باش توصل داك الهدف اللي باغي. اشنو الاهميه ديالو؟ علاش غندير التخطيط؟ اشنو الاهداف اللي غتوصل لهم يا استاذي العزيز ايتها الاستاذه الفاضله؟ اول حاجه ما كتبقاش ديك القرارات الاعتباطيه، ما كتبقاش خدام ديك المقوله ديال كل نهار ورزقه، راه حشومه استاذ يخدم بهذه المقوله هذه كل نهار ورزقه. لا سيدي، كل قرار عنده بغى نوصل ليه واحد الهدف معين، كل كلمه كنقولها راه معبوره وموزونه، ماشي كتمشي تما وكدير الحلقه كيف ما طلعت الحصه. ثم بعد ذلك الاقتصاد فاش في الجهد. وعندنا الاهميه ديال التخطيط انها اداره فعاله للوقت، اداره فعاله. دابا بزاف الناس دابا كيهضروا على مفهوم الاداره الفعاله للوقت وكيخدموا بها كتب، فيها كتب. هذا التخطيط كينفعك في الاداره الفعاله للوقت، وكيعطيك اكثر من ذلك، كيعطيك الامن النفسي، كتدخل وانت مرتاح. الا كنتي محضر مزيان، درتي تخطيط مزيان، كتدخل وانت مرتاح الحصه. الامن النفسي راه لك والتلميذ بجوج، ديرها بجوجه، ديال المدرس ثم المتعلم. ايضا يسهل عمليه التقويم، راه فيما كتعطيهم شي تعلمات خاصك دير واحد العمليه ديال التقويم، واش ديك البارا اللي عطيتيهم استقبلوها او انهم لم يستقبلوها، واش عاملوا داك الضيف ديك المعرفه مزيان ودخلوها لدماغه وفهمها، او لا انها بقات خارج البيت ديالو، خارج العقل ديالو. هاد التخطيط كيفيد في هاد القضيه، في هاد العمليه ديال تسهيل عمليه التقويم. قلنا على ان لابد من الاداره الفعاله للوقت، هنا غنهضروا على اداره الشروط ديال التخطيط الفعال. باش يكون تخطيط فعال، باش تعرف راسك على انك درتي تخطيط فعال يا استاذي العزيز، كاين مجموعه من الشرائط التي ينبغي ان تتوفر في هاد العمليه اللي غدير. خص يكون مرن، مرونه. يعني شنو مرن؟ راه كتوضع واحد التخطيط معين ولكن ماشي كتطبقه بحذافيره، قابل للتعديل. هذه المرونة، أنه قابل للتعديل، الواقعية أنه قابل للتطبيق. تقدر تخطط شي حاجة مخيرة ولكن ما كتناسبش مع الواقع، ما كتناسبش مع الظرفية، خصو يكون واقعي، وإلا غتبقى ديما كتوضع جدادات. وهذه راه كنتلاقى مع الدراري اللي كنعرف خدام، كيقول لي راه الجدادة في جهة وأنا في جهة. السبب ديالو هو أنك أنت في الأول ما كتوضعش شي تخطيط واقعي، ولكن بعد ملي كتولي عندك تجربة وهذا كيولي شوية التخطيط واقعي. ثم عندنا من بين الشروط الانتقاء،
اشنو انتقاء؟ يعني كنختار افضل استراتيجيات لتنفيذ خطة. بقات لينا اخر فقرة صفحة 12 دابا، حنا راه كملنا دابا كملنا، بقات لينا غير انواع التخطيط. اشنو هما الانواع؟ بعد نعرفوا اشنا هو المعيار اللي قسمنا عليه هذه الانواع. المعيار هو على حسب المدى الزمني. عندنا تخطيط طويل المدى، تخطيط متوسط المدى، وتخطيط قصير المدى. اشنا هو التخطيط طويل المدى؟ التخطيط طويل المدى شنو هو؟ هو التخطيط اللي يكون طيلة السنة وكيتعلق باش كتبهم بالكفايات والأهداف العامة. وغدا راه نهضروا الكفايات إن شاء الله، إن شاء الله إلا الله العمر نهضروا غدا على الجدادة. يعني نكملوا هاد البارتي ديال التخطيط والتقويم، ونهضروا على الكفايات والمقاربات، ونهضروا شوية على المستجدات، ميثاق وطني، رؤية استراتيجية، هكا شي حاجة باش تنوع. قلنا كيكون طيلة السنة، عنده علاقة بالكفايات والأهداف. هذا التخطيط متوسط المدى كيكون تخطيط لفترة زمنية متوسطة، بحالاش بحال الوحدة التعليمية، يعني تقريبا 6 أسابيع، 5 7، كيكون هذه المدة ديالو. تخطيط قصير المدى هو اللي كيكون كيغطي غير فترة زمنية قصيرة جدا، إما على النهار ولا على السيمانة ولا مجموعة من الحصص، 4 الحصص، 5 الحصص، 6 الحصص، مسمى التخطيط. كملنا لكش دابا شنو هضرنا على البيداغوجيات، قلنا لي مسلمة، قلنا لي طيري، هضرنا على الديداكتيك، هضرنا على التنشيط، وهضرنا على التخطيط. انا اهم حاجة عندي، شوف 5 دقائق الاولى في هذا اللايف هادي، حيت غتقاد لك دماغك. داك الكادو اللي عطيتكم، داك المخطط اللي سميتو بالسمية ديالكم، راه كيشرح البيداغوجية، كيشرح الديداكتيك، كيشرح التنشيط، هذاك الشيء فيه ملخص كل شيء. صافي كملنا الشباب، قول لي كي الامور عندكم دابا. انا كنقرا في التعليقات ديالكم دابا، نجمع ورقاتي. حاولوا تبارطاجيو مع صحابكم اللايف، عارفكم ما تطيروش، انا عارفكم، عارفكم كطيروا في هذا الشيء دابا، ضبطتوه. غير تصمت اللايف جوج مرات ثلاثة غتضبط داك الشيء. إلا كان عندك الورقات حداك، حاول تلخص، حاول ما تكتبش داك الشيء كامل. هذه هي الطريقة اللي كنخدم بها. شي واحد كيقول لي صيفط لي الملخص، راه الملخصات عندي هما هادو. أنا قليل فين كنكتب التعريف، كنكتب التعريف اللي كنكتبو باش كنقول لكم شنو فيه في الكتوبة، وقليل فين كندير شي تعريف ديالي خاص اللي ما غاديش نخرج عليكم فيه. هذا ما كاين. البرنامج ديال غدا ان شاء الله الجدادات والتقويم، يعني البطاقه ديال تخطيط الدرس، كيفاش تخطط الدرس، كيفاش خصك البطاقه، وكلو على انواع التقاويم او انواع التقويمات، سماها كيف ما بغيتي. انا اللي عليا هو اني شرحت الدروس، راه شرحتهم بطريقه، راه ماشي غير طريقه سهله، راه فايته سهله لي. وراك انت شفتي داكشي اللي كاين في اليوتيوب، شفتي كيفاش تبارك الله، كاين الدراري خدامين، كاين الاسئله اللي كيديروا مزيان، داكشي مزيان، الله يعطيك الصحه، ولكن حنا حاولنا نسهلوا اكثر. انا ما حاولش نبدا نحط لكم تعريف حافظ ونحط لكم هنا ونبدا نقرا فيه، هذيك الخدمه ما نديرهاش. نقرا 10 المراجع باش نفهم، نقاد افكاري، نخرج نشرح داك الشيء بالدارجه، التعريف نعطي لكم بالعربيه الفصيحه. هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديالي، هكا كنخدم. ما يمكنش نعطي لشي واحد شي حاجه انا ما فاهمهاش، هذه مستحيل. ما يمكنش نعطيك شي حاجه انا ما عارفها من جهه. واخا واحد القضيه خصك تعرف، راه اللايف فيه ساعه واحده، فيه ساعه واحده كيكلفني المينيموم 10 السوايع، هذه خوضها يقينا، كيكلفني على الاقل 10 السوايع. لايف واحد ساعه، باش ندير ساعه واحده، باش ندير ساعه. ورا الاسئله الاخرى راه ماشي قايت ماشي بامكانهم يديروا اللايف، راه كاين الناس هنا بعدا في الكونت داو عندي الاساتذه ديال علوم التربيه، اساتذه ممتازين جدا، ولكن حيت مشغولين مساكن، راه مشغولين، راه الاساتذه دابا راه بامكانهم يديروا هادشي، ولكن راه مشغول، راه الله يحسن العوان، كاين اللي مشغول في خدمته، كاين اللي مشغول في كل واحد، وفي البرامج والتوجيهات التربويه مفيده لك بالنسبه للناس ديال الثانوي بزاف، كاين حتى بالنسبه للابتدائي، ولكن يقدروا ما يقراوش ماشي مشكل، ما غيبانش عليهم، ولكن بالنسبه للتعليم الثانوي يقلبوا على البرامج والتوجيهات التربويه ديال الماده ديالو، يقرا كاينه في جوجل برنامج البرامج والتوجيهات التربويه الاعدادي، ويكتب الماده البرامج والتوجيهات التربوي التأهيلي في المادة، غيستافد بزاف في الديداكتيك، واشنا هما الدروس اللي غادي يقرر لكل المستويات، مهمة بزاف.
يلا الشباب، الله يعزكم والله يسهل، الله يسهل. نتمنى لكم ان شاء الله. راه انا ما ساخش، ولكن الله خصني نمشي نوجد الغدا باش نقادو داك الشيء. خصني فهاد نوجد الشيء الاخر، الناس الاخرين ديال. يلا تبارك الله عليكم.